اليوم العالمي للخدمة العامة، الرئيس السيسي يتقدم بالتحية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بوابة مقر الأونروا في غزة. روسيا تقول إنها قد تقلص وقت اتخاذ القرار بشأن استخدام النووي إذا واجهت تهديدات. الثالثة عصرا 12 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. بدايتنا مع آلاء شتا. آلاء، أهلا بك هشام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في اليوم العالمي للخدمة العامة، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص. كما دعاهم الرئيس السيسي إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتغذية الأطفال بمشاركة أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك بإحدى الحضانات بمنطقة كوبري الناموس بالإسكندرية. تشمل الفعالية تطوير مهارات الأطفال الحركية والعقلية، إلى جانب العمل على تحفيز خيال الأطفال وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في إيجاد حلول للمشكلات، إلى جانب أيضا إجراء تحاليل طبية للاطمئنان على صحة الأطفال بصفة دورية، وبالإضافة إلى الكثير من الأنشطة المختلفة. أسقفية الخدمات، ودي عهدنا دايما بها أنها بتساهم مع التحالف الوطني علشان خاطر نعمل برنامج تنمية في كافة الاتجاهات، يعني من ضمنهم بقى التنمية الغذائية أو الاهتمام بالرعاية الغذائية. دي بقدموا وجبات وبيقدموا رحلات ويطلعوا أنشطة جميلة كده مع الأطفال، ومش ده بس النشاط، يعني ده على مستوى الأطفال داخل الكنيسة، لكن يمكن على مستوى المنطقة كلها قدموا أنشطة كتيرة في تحسين مسكن وفي مساهمات في إنشاء مشروعات صغيرة. عندنا رعاية بالنسبة للطفل وما بين الأسرة، قدرنا ان احنا نهتم بالاسره ونهتم بالطفل، مش الطفل لوحده والاسره لوحديها. ابتدت كمان يعني عندنا بقى في ازدهار، دي سمعت شويه، بقى كل واحد اللي كان خايف ان هو ينزل ابنه للحضانه او اللي ما عندهوش او اللي مش قادر على المساعده، بقى بيجي وفرحان ومبسوط ان عنده خدمه كويسه وبتقدم له خدمه افضل، وحاسس ان ابنه بقى مندمج في وسط المجتمع، لا هو قليل عنهم ولا هو منبوذ، ولا بالعكس بقت كلهم في مكان واحد في كنيسه واحده مع اخواته. دي بقت عندهم حاجة كويسة ومفرحة للكل. يعني التحالف الوطني مع أسقفية الخدمات ابتدوا معانا هنا هو ان هم خدمة الحضانة يشوفوا موضوع فصل التغذية بالنسبة للأولاد. عملوا كشف طبي للأولاد، لأن في أولاد عندهم أنيميا، اللي عنده مشكلة في التغذية، اللي عنده مشكلة في الأكل بتاعه، فابتدوا يحطوا الخطة دي بالنسبة لهم ان هم يبقى في فصل تغذية بصفة مستمرة للأولاد، وبيتابعوا معهم بدكاترة بتحاليل مستمرة تقريبا كل شهر تقريبا، عشان خاطر يشوفوا العمل هما بيعلموه نتيجة وصلت لإيه. يعني هو أنا ابني هنا في الحضانة بقاله سنة، وبدأوا من أول التحالف الوطني بدأوا مع الأسقفية الخدمات، بقت في خدمات اللي هي التحاليل والكشوفات دي، بصراحة يعني احنا استفدنا بيها كتير قوي. التحاليل كان هو عنده أنيميا، فأنا ما كنتش أعرف يعني إن هو كان عنده أنيميا كده، فأنا اكتشفت ده في التحاليل تبع الأسقفية وكده هوت، فبقيت أتابع وأكشف له بره وكده هوت، فإيه فتابعت يعني تحليله كده. وكمان بيقدموا برضو
التغذية، فصل التغذية والوجبات، فدي برضو حاجة حلوة قوي، بيبقى مثلا هو واصحابه بياكلوا بقى الحاجات بتاعة التغذية وكده، فدي حاجة برضو يستفادوا بيها أكتر يعني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة 121 آخرين جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 37,598 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,032 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز محمد عادل. محمد، بعد التحية، لو تضعنا في صورة ما لديك من مستجدات من أمام معبر رفح الآن. نعم آلاء، ميدانيا لم يتغير المشهد، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء وأنحاء مدينة رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة ككل، يعني سواء في شرقي أو في غربي أو في وسط مدينة رفح الفلسطينية. بحكم أننا نقف هنا أمام معبر رفح من الجانب المصري، أي على بعد أمتار من مدينة رفح الفلسطينية، نسمع دوي الانفجارات بشكل متكرر، وكذلك نرى تصاعد لأعمدة الدخان جراء هذه الانفجارات وأيضا جراء القصف العنيف والمستمر والقصف المدفعي والغارات الجوية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية. بخلاف ما ذكرناه من عمليات عسكرية يعني قامت بها قوات الاحتلال خلال الخدمة يعني الإخبارية السابقة، يعني كانت هناك منذ قليل اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا بين فصائل من المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح، وكان ذلك يعني على إثر أو بعدما يعني قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني استهداف كم كبير من المنازل ومربع سكني كبير وكامل في حي البرازيل، هذا الحي الذي يقع في جنوب مدينة رفح الفلسطينية. وأيضا كانت فصائل المقاومة الفلسطينية قامت بقصف واستهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد العطار، هذا المسجد الذي يقع في غرب مدينة رفح. وكذلك أيضا كانت هناك عمليات عسكرية يعني من قبل قوات الاحتلال يعني واستهداف لمخيم البريج، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة، وغيرها من العمليات العسكرية لتواصل يعني آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المزيد من أرواح داخل قطاع غزة، وكذلك استهداف المزيد من المباني والبنيات الأساسية داخل القطاع. من بين هذه البنيات هي البنية التعليمية، يعني كانت وزارة التعليم التربية والتعليم والتعليم العالي في قطاع غزة أشارت إلى أن نحو 800,000 طالب وطالبة يعني حرموا من التعليم هذا العام، من بينهم نحو 40,000 طالب في الثانوية العامة لن يتمكنوا من خوض غمار امتحانات الثانوية العامة نظرا يعني لهذه الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر، وأيضا في ظل استهداف نحو 85% من البنية التعليمية ومن المباني داخل قطاع غزة. على صعيد المساعدات سريعا آلاء، لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بنفاذ يعني أي مساعدات إنسانية، في حين سمحت فقط بنفاذ نحو
8 شاحنات من المحروقات ومن المواد البترولية، بواقع شاحنة واحدة بنزين وأربع شاحنات غاز وثلاث شاحنات سولار. وحتى هذه اللحظة لم يتبين لنا إذا كانت هذه الشاحنات أفرغت الحمولة بالفعل في منفذ قرم أبو سالم، أم لا زال أو يستمر التعنت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المساعدات بشكل متكرر وبشكل يومي، يعني على صعيد إدخال ونفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. إليك دعاء إذا ما كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك محمد عادل مراسل إكسترا نيوز، وبالتأكيد سنتابع مع كافة المستجدات من أمام معبر رفح. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جنوب غرب مدينة غزة. واستهدفت طائرة حربية للاحتلال غرفة الحراسة عند البوابة الرئيسية الشرقية لمقر الأونروا في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء نقلوا إلى المستشفى المعمداني في المدينة. استشهد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي صبرا جنوب مدينة غزة وآخر وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوبي المدينة. كنا قاعدين في الدار بدون سابق انذار ولا شيء، فجأة لقينا 3 صواريخ نزلت على المنطقة، كل الدار قالوا اتغبروا ومحدش شاف الثاني. اخويا طلع يتفقد فوق، انا بفتح الباب بشوف ايش صاير، لقيت في بنت شهيدة صغيرة مع عدد الدار، جينا نحملها اجى الاسعاف وخذوها على المعمداني. بعد هيك اجت الناس في منطقه شمال غزه، بيصير في مجازر قاعده وترتكب كل يوم المجازر. لسه امبارح يعني كانت في مجزره راس الشارع كانت هنا، وهي اليوم ضربوا مربع سكن زلزال، صار منطقه ثلاث منازل في 3 صواريخ وبدون اي سابق انذار، وفي شهداء كمان في المنطقه. قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن انهيار النظام العام والسلامة في غزة يهدد بشكل متزايد العمليات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة في القطاع. وأكد المسؤول الأممي أن المنظمة تعمل مع شركائها والأطراف المعنيين لمعالجة غياب النظام العام والسلامة إلى جانب العقبات الأخرى الماثلة أمام الاستجابة الإنسانية، مطالبا السلطات الإسرائيلية بصفتها القوى المحتلة باستعادة النظام العام والسلامة وتيسير الوصول الإنساني الآمن للمساعدات. كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 69% من المباني المدرسية التي كان يأوي إليها نازحون في غزة تعرضت للقصف أو تضررت بشكل مباشر. وأكدت الوكالة على ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة، وشددت الأونروا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. ومع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة يشهد القطاع كارثة إنسانية وانتشارا واسعا للمجاعة في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إيصال المساعدات الإنسانية. نتابع. مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة تنهش مخالب الجوع أجساد الصغار والكبار في القطاع المحاصر الرازحة سماؤه وأرضه تحت قصف متواصل على مدار الساعة. الناس جاعت ولا أكل ولا شرب ولا أواعي ولا كسوة، والناس مشحشطة وما حد مبسوط، حتى نص الأكل الناس بتأكله وهو كله نص رامل، حياة يعني حياة جحيم، يعني محدش إنه بيقدر يستوعب هذه الحياة. فبعد حل وترحال دائم ونزوح متواصل، وبعد أن هرعت العائلات إلى الشوارع هربا من ويلات الحرب، استقر المقام بمئات الآلاف من الفلسطينيين في مخيم المواصي، حيث الأمان المزعوم الذي يروج له الاحتلال. احنا خايفين ننزح كمان نازحة كمان، لأنه الصحيح إسرائيل ما لهاش أمان، اليهود ما لهمش أمان،
احنا قالوا لنا الجنوب امان ونزعنا من الشمال على الجنوب للامان، جينا على الجنوب على الامان لقينا الامان الموت قدامنا بنتظرنا، بنتظر اولادنا، بنتظر بناتنا، بنتظر قرايبنا، الموت لقيناه قدامنا، يعني ما لقيناش الامان زي ما قالوا لنا في الجنوب، وعدونا في الجنوب في امان. ففي المواصي يحتمي النازحون في الخيام البالية، بينما تطل المجاعة برأسها عليهم ويحوم شبحها وسط أطفالهم، وتبقى أقصى أمانيهم شربة ماء نظيفة. المي بنشربها ملوتة، نفسنا بشربة مي نظيفة، والله نفسنا بشرب، نيجي نشرب المي بنشربها زي النار. ظروف مزرية يعيشها النازحون في غزة، بينما يشهد القطاع أزمة إنسانية كبيرة شردت مئات الآلاف من سكانه، وباتوا مهددين بالمجاعة بعد أن استنفذوا ما تبقى لديهم من مؤن غذائية في ظل شح المساعدات. اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى رفقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي ذلك فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، وذلك نتيجة مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة تقوى شرقي بيت لحم، وذلك جنوبي الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المدمع. قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن المعتقلات في سجن الدامون يواجهن ظروفا غاية في الصعوبة، كما أفادت الهيئة بأن أوضاع الأسرى داخل سجن النقب الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث يواجه الأسرى والمعتقلون خطر الموت بشكل يومي نتيجة لما يتعرضون له من تعذيب جسدي ونفسي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم أطفال، وذلك بالإضافة إلى أسرى سابقين. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عمليات الاعتقال رافقتها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة وتخريب وتدمير للمنازل، مشيرا إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 9345 معتقل. وفي استمرار للتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، تم استهداف موقع عسكري في شمال إسرائيل، وقال جيش الاحتلال إن مسيرة من لبنان اخترقت شمال إسرائيل وسقطت في منطقة بيت هلل من دون وقوع إصابات، موضحا أنه أطلق خلال الحادث صاروخ تم اعتراض نحو المسيرة وتم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا. أفادت وكالة السلام البحرية البريطانية بإصابة سفينة تجارية بأضرار جراء استهدافها بمسيرة قبالة سواحل اليمن. وقالت الوكالة في بيان أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن تعرضها لضربة بواسطة نظام جوي بدون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 3 مسيرات بحرية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، والتي كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة. في الوقت نفسه أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن على خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. We'll be right back.
قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أندريا كارتابولوف أن موسكو قد تغير فكرها بشأن الوقت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية إذا زادت التهديدات التي تواجهها. تأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين من أن موسكو قد تغير عقيدتها النووية التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة. عود على بدء، تلوح روسيا باستخدام السلاح النووي في مواجهة ما وصفته بزيادة التهديدات التي تواجهها. تعديل العقيدة النووية قرار سيقود إلى دمار شامل لا تستبعد موسكو الإقدام عليها، قرار أعاده للواجهة رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي. في تصريحات رجح فيها تغيير العقيدة النووية الروسية إن ازدادت التهديدات ضد بلاده، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل توقيت استخدام السلاح النووي. تصريحات الجنرال الروسي السابق تأتي في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين من أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي وقد تغير عقيدتها النووية التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة. وفي وقت سابق شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرا من أن سياسة التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي. وتحدد المبادئ النووية الروسية 4 حالات فقط يمكن أن يفكر رئيس البلاد في استخدام سلاح نووي منها: تلقي معلومات موثوق بها بانطلاق صواريخ باليستية في اتجاه روسيا وحلفائها، أو تعرض روسيا أو حلفائها لهجوم بأسلحة الدمار الشامل. وتمتلك روسيا والولايات المتحدة معا ما يقرب من 90% من إجمالي الأسلحة النووية، وقد انخفضت الشفافية فيما يتعلق بالقدرات النووية في كلا البلدين في 2023. قال رئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور قال إن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب. وفي كلمة أمام قوات وحدة القيادة الغربية المسؤولة عن الإشراف على بحر الصين الجنوبي، أضاف ماركوس أن بلاده ستسعى دائما إلى تسوية النزاعات سلميا وسط تصاعد المواجهات البحرية مع الصين. قالت تايوان إن المناورات الحربية السنوية التي تجريها هذا العام ستكون أقرب ما يمكن إلى القتال الفعلي، وستهدف إلى محاكاة لقتال حقيقي، وذلك وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن السيادة على الجزيرة. المزيد في سياق هذا التقرير. مزيد من التصعيد تشهده منطقة شرق أسيا على وقع الصراع المحتدم بين الصين وتايوان، تصعيد يتضح جليا مع تكثيف البلدين لمناوراتهما العسكرية مؤخرا. وبعد أسابيع قليلة من مناورات وصفتها بكين بالعقابية للجزيرة، كشفت تايوان أن المناورات الحربية السنوية هانكوانغ التي تجريها الشهر المقبل ستكون أقرب ما يمكن إلى القتال الفعلي، لافتة إلى أنها تستهدف محاكاة قتال حقيقي بالنظر إلى ما اعتبرته تصاعد تهديدات العدو. ودفعت التهديدات والمخاوف المحيطة بالجزيرة تايوان لاتخاذ مجموعة من التغييرات الجذرية على تدريباتها السنوية لتصبح أكثر جدية، وسط تأكيدات من تايبي بالحاجة الملحة للتدريب القتالي الشامل، وهو ما عكسه قراراتها بإلغاء العناصر المخصصة للشق الاستعراضي في التدريبات واستبدالها بتدريبات ليلية، بالإضافة إلى تضمين العاصمة في المناورات على غير العادة. تايوان أكدت أنها لا تسعى إلى حرب مع الصين، وأن سياستها تتمثل في بناء قدرة ردع دفاعية،
لجعل من الصعب الاستيلاء على الجزيرة، وهو ما قللت بكين من تأثيره، مؤكدة أن اعتقاد تايبي بأن بإمكانها استخدام الأسلحة لمنع إعادة التوحيد غير مجد. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان تايوان رصد 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وذلك غداة إعلان بكين أن المدافعين عن استقلال تايوان قد يواجهون عقوبة الإعدام. وخلال السنوات الأخيرة أجرت الصين مناورات منتظمة حول الجزيرة للضغط على تايبي لقبول مطالبة بكين بالسيادة، كما أجرت مناورات حربية لمدة يومين حول الجزيرة بعد وقت قصير من تولي الرئيس لاي تشينغ تي منصبه، قائلة إنها عقاب على خطاب تنصيبه الذي وصفته بأنه مليء بالمحتوى الانفصالي. المواجهة الميدانية بين روسيا وأوكرانيا تشهد حماسة متبادلة في ظل وعود غربية لكييف بصفقات أسلحة جديدة وتأكيدات روسية من أنها لن تسمح بوصول خطر الأسلحة الغربية لأراضيها. المزيد في هذا التقرير. صفقات الأسلحة الأخيرة التي أبرمتها أوكرانيا مع الولايات المتحدة وباقي حلفائها يبدو أنها حفزت روسيا على تكثيف ضرباتها على المدن الأوكرانية. كييف أعلنت تعرض عدد من مدنها لهجمات روسية أدت لتضرر عشرات المنازل وبنايات أخرى، وذلك رغم إعلان أوكرانيا تدميرها 2 من 3 صواريخ أطلقتها روسيا فوق منطقة كييف. كما تعرضت خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا الواقعة على مقربة من الحدود الروسية لهجوم بواسطة 4 قنابل موجهة شنته موسكو ردا على هجوم أوكراني ب12 طائرة مسيرة استهدفت منطقة بريانسك الروسية الحدودية. تلك الهجمات المتبادلة جعلت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يكثف طلباته من حلفائه للسماح لقواته باستخدام الأسلحة الغربية في الهجوم على الأراضي الروسية، وذلك بدلا من قصر استخدامها على صد هجمات موسكو فقط. وأشار زيلينسكي إلى أن الروس استخدموا أكثر من 2400 قنبلة مواجهة جوا ضد أوكرانيا، منها 700 ضد أهداف في منطقة خاركيف منذ بداية الشهر الجاري. مطالب زيلينسكي يبدو أنها وجدت صدى لدى واشنطن، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الرئيس جو بايدن وافق على توجيه ضربات عسكرية بأسلحة أمريكية إلى الأراضي الروسية، ولكنه أوضح أن المقصود بالأراضي الروسية هي تلك فقط المتاخمة للحدود الأوكرانية. وفي ظل احتمال أن تسمح واشنطن وحلفاؤها لكييف باستهداف العمق الروسي، فقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول الناتو من أي استهداف لأراضيه، فيما هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الناتو بتلقي ضربات ردا على أي استخدام للسلاح الغربي ضد الأراضي الروسية. أفادت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية بأن القوات الروسية تحتفظ ب4 حاملات صواريخ في البحر الأسود وبحر آزوف. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه توجد سفينتان حربيتان في البحر الأسود، إحداهما حاملة صواريخ كالبر، وذلك مع ما يصل إلى 4 صواريخ، بينما توجد في بحر آزوف 8 سفن حربية، 3 منها حاملة صواريخ كروس كالبر بإجمالي يصل إلى 20 صاروخا. أكدت كوريا الجنوبية أن تزويد سول لأوكرانيا بالأسلحة يتوقف على تعاون روسيا العسكري مع بيونغيان. واعتبرت سول أن تزويد موسكو لكوريا الشمالية بأسلحة دقيقة ومتقدمة سيلغي أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف. تأتي تصريحات كوريا الجنوبية في أعقاب توقيع كل من رئيس روسي وزعيم كوريا الشمالية اتفاقا
يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة في بيونغ يانغ. تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب بحماية الحريات الدينية بشدة في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. واعتبر ترامب أن المعسكر الديمقراطي يسعى لإسكات المسيحيين وإضعاف معنوياتهم، داعيا الإنجليين إلى التصويت بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم لمساعدته على الفوز. أظهر استطلاع للرأي في فرنسا تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات. وأفاد المسح الذي أجراه معهد إبسوس بأنه وبأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات، بينما يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5% من الأصوات. شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوما على تيارات اليمين واليسار قبل نحو أسبوع من الدورة الأولى من الانتخابات المبكرة التي يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات. مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا، شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوما على تيارات اليمين واليسار قبل نحو أسبوع من الدورة الأولى من الانتخابات المبكرة التي يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات. ودافع ماكرون من باحة قصر الإليزيه مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية، وقال إن هذا القرار كلفه غاليا قبل أن يدعو إلى عدم الخوف كثيراً من تبعاته. ووفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، فمن المتوقع أن يفوز حزب التجمع الوطني المنتمي إلى تيار اليمين بقيادة ماري لوبان والمتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، بما يتراوح بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة ب 289 مقعدا. ومع تلك الاستطلاعات يطرح المراقبون احتمال أن يكون ماكرون بعد الانتخابات مضطرا للتعايش مع حكومة من التجمع الوطني أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى. وفي ردود الفعل المحلية السياسية على مجريات الأمور، اعتبرت زعيمة التجمع الوطني أنه لن يبقى أمام ماكرون سوى خيار الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية آثرها حل الجمعية الوطنية. وأضافت لوبان أنه عندما يكون هناك جمود سياسي فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل الوزاري أو حل البرلمان أو الاستقالة. وكان ماكرون استبق تصريحات لوبان مؤكدا الأسبوع الماضي أنه لن يعتزم الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين في 30 يونيو والسابع من يوليو. استقبل المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في مقر المستشارية بالعاصمة برلين، فيما أطلق عليها زيارة عمل. تم إلغاء استقبال الرئيس الأرجنتيني باستعراض حرس الشرف العسكري، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، بينما تم الإبقاء فقط على جلسة تصوير قصيرة في بداية اللقاء. قالت الشرطة الأسترالية إنها تحقق في حادث وقع بأحد المراكز التجارية في مدينة أديلييد بجنوب البلاد، مضيفة أن الحادث أدى إلى إخلاء المركز ووقوع بعض الإصابات الطفيفة. وأوضحت الشرطة الأسترالية أنها مقتنعة بعدم وجود تهديد مستمر للمواطنين جراء هذا الحادث، لكن يتم إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد الضالعين فيه.
اقتصاديا، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في أولى تداولاتها بعد عطلة عيد الأضحى لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 44 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1,837 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2,800 مليون جنيه. شهدت الرحلات المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا إلغاءات وتأخيرات كبيرة بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق، وكانت وسائل إعلام بريطانية قد قالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني. حالة من الفوضى والارتباك بين المسافرين والموظفين على حد سواء، تأخير رحلات وإلغاء بعضها، اضطرابات واسعة شهدها مطار مانشستر بالمملكة المتحدة جراء انقطاع الكهرباء. ففي حادثة نادرة ومثيرة للقلق، تقطعت السبل بمئات الركاب في مطار مانشستر بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة في تأخير الرحلات وإلغاء العديد منها. وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن مشكلة في إمدادات الطاقة أثرت على المطار وعدد من المباني الأخرى، مضيفة أنه على الرغم من استعادة الكهرباء إلا أنها أثرت على خدمات المطار. وتشهد عملية توليد الكهرباء في بريطانيا حالة من التحديث بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تثير محطات توليد الكهرباء بالغاز حالة من الجدل بين مؤيد من أجل تحقيق أمن الطاقة في ضوء تقطع إمدادات الطاقة المتجددة، ومعارض خشية تفاقم أزمة تغير المناخ. ومؤخرا دعمت الحكومة بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء العاملة بحرق الغاز الطبيعي، في خطوة بررها رئيس الوزراء ريشي سوناك بقوله إنه يجب تحقيق أهداف المناخ بطريقة عملية ومستدامة لا تترك المواطنين دون كهرباء. ارتفع عبء الدين في بريطانيا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بات يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1993. المزيد في هذا التقرير. مستوى غير مسبوق وصل له عبء ديون بريطانيا مقتربا من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1993. الارتفاع الكبير في مستوى الديون يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تنتظر الحكومة القادمة، خاصة في ظل الوعود التي قدمها كل من حزب المحافظين وحزب العمال بخفض الديون. الأرقام الرسمية أظهرت أن الاقتراض في مايو الماضي رفع نسبة الدين من 98.1% إلى 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ إجمالي فاتورة الاقتراض العام 15 مليار جنيه استرليني. متخصصون في الشأن الاقتصادي البريطاني أشاروا إلى أن الحكومة الجديدة سيتعين عليها جمع مزيد من الضرائب أو اقتراض المزيد، لافتين إلى أن أمام الحكومة القادمة تحقيق عملية توازن صعبة للغاية، إذ يتعين عليها القيام بها لتجنب جرعة أخرى من التقشف للإدارات الحكومية المنهكة بالفعل. ومن المرجح أيضا أن يكون الضغط على المالية العامة أسوأ من هذا العام، خصوصا إذا خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بشكل قليل، مما سيبقي كلفة الاقتراض أعلى مما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في مارس الماضي.
تشهد الولايات المتحدة موجة من الطقس السيء، حيث أعلنت ولاية أيوا حالة طوارئ للاستجابة للفيضانات العارمة مع تفعيل جميع الموارد المتاحة لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين. وفي ويسكونسن طالبت السلطات بضرورة التواجد في أماكن آمنة جراء العواصف الشديدة التي تتعرض لها الولاية. موجة غير مسبوقة من الفيضانات والعواصف تشهدها عدة ولايات أمريكية تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات والبنية التحتية وتركت آلاف السكان بلا مأوى. ففي أيوا تم الإعلان عن حالة الطوارئ للاستجابة للفيضانات العارمة التي ضربت الولاية مع تفعيل جميع الموارد المتاحة لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين. حاكم ولاية أيوا كيم رونالدز كشف أن منسوب الأنهار يتخطى المستويات القياسية لعام 1993، لافتا إلى أنه خصص الموارد الكاملة للولاية لمساعدة السكان على التعافي من الدمار الناتج عن الفيضانات. الكوارث الطبيعية التي تشهدها الولايات المتحدة لم تقتصر على الفيضانات، بل ضربت عواصف مدمرة سواحل العديد من الولايات، وتسببت العواصف في رياح عاتية وأمواج عالية، مما أدى إلى تآكل الشواطئ وانهيار بعض المباني. كما تسببت في حدوث فيضانات ساحلية غمرت المناطق الساحلية. ولاية ويسكونسن الأمريكية شهدت موجة غير مسبوقة من الفيضانات والعواصف الشديدة التي تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات والبنية التحتية وتركت آلاف السكان بلا مأوى. حاكم الولاية توني إيفرز حث سكان الولاية على الحذر والتواجد في أماكن آمنة. وبرأي خبراء المناخ فإن تزايد الكوارث الطبيعية وشدتها يعكسان تأثيرات التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر وضوحا وتأثيرا على حياة الناس والبنية التحتية. هذا وتواصل السلطات الصينية جهود إزالة آثار الفيضانات واستعادة إمدادات الطاقة جنوبي البلاد، والذي تضرر بشدة من الفيضانات الغزيرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة مؤخرا، والتي أدت إلى حدوث انهيارات أرضية وتدفقات طينية، ما أسفر عن سقوط عشرات الوفيات. على قدم وساق تجرى جهود التعافي بعد الكارثة التي ضربت مناطق عدة في الصين، وتواصل السلطات جهود إزالة آثار الفيضانات واستعادة إمدادات الطاقة جنوبي الصين، والذي تضرر بشدة من الفيضانات الغزيرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة مؤخرا. الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وتدفقات طينية، كما أسفرت عن سقوط عشرات الوفيات والمفقودين. ومن أجل منع تفشي الأمراض المعدية بعد الفيضانات، نظمت السلطات الصينية أعمال التطهير والصرف الصحي بشكل منظم في البلدات والقرى بعد التجريف باستخدام المركبات والرشاشات الكهربائية. ووفقا للسلطات تم استئناف حركة المرور في عدد كبير من الطرق المحلية والسريعة التي تعطلت بسبب الكوارث، بينما تمت استعادة إمدادات الطاقة والمياه المتضررة لنسبة كبيرة من المستفيدين. كانت الأمطار الغزيرة في جنوب الصين قد أجبرت المسؤولين على إعلان أعلى مستوى من الفيضانات، مما أدى إلى إغلاق المرافق العامة. ورياضيا، تقام اليوم مباراتان لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من يورو 2024، حيث يتقابل منتخب ألمانيا مع سويسرا، فيما تواجه اسكتلندا المجر. في إطار منافسات المجموعة الأولى من أمم أوروبا 2024، تلتقي ألمانيا مع سويسرا وتقابل اسكتلندا المجر. منتخب ألمانيا صاحب الأرض الذي ضمن الصعود إلى الدور السادس عشر
يسعى إلى تحقيق العلامات الكاملة على حساب سويسرا صاحب المركز الثاني الذي حصد 4 نقاط حتى الآن. الماكينات الألمانية بقيادة المدير الفني الشاب يوليان ناغلسمان تأمل في تحقيق العلامة الكاملة بانتصار ثالث على التوالي بعدما قدموا أداء فنيا قويا بالفوز على اسكتلندا 5 أهداف لهدف في مباراة الافتتاح، ثم الفوز على المغرب بهدفين دون رد. في المقابل فإن منتخب سويسرا بقيادة مدربه مورات ياكين فرط في فرصة التأهل المبكر بتعادله مع اسكتلندا 2-1 في الجولة الثانية، بينما استهل مشواره بالفوز على المغرب 3 أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني. وفي نفس التوقيت يلعب منتخب اسكتلندا ضد المغرب في مدينة شتوتغارت، وهما يدركان جيدا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز إذا أراد أي منهما التأهل، لأن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين سويا من الدور الأول. ويدرك منتخب اسكتلندا بقيادة مديره الفني ستيف كلارك أن عليه الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة كبيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط قد تتأهل به مباشرة في الوصافة حال خسارة سويسرا أمام ألمانيا أو المنافسة على الصعود ضمن أفضل 4 ثوالث. ويبقى موقف منتخب المغرب الأسوأ ويحتاج لمعجزة كروية لحجز مكانه في الدور الثاني ضمن أفضل 4 ثوالث، وذلك بعدما خسر مباراتي أمام سويسرا وألمانيا. وفي ختام الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية يلتقي المنتخب الإسباني غدا بنظيره الألباني، بينما يواجه المنتخب الإيطالي كرواتيا، وتسعى المنتخبات الثلاثة لخطف بطاقة العبور خلف المنتخب الإسباني المتصدر ب6 نقاط. في آخر مباريات المجموعة الثانية بمنافسات يورو 2024 بألمانيا والمعروفة بمجموعة الموت، يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الكرواتي، وتواجه إسبانيا ألبانيا. المنتخب الكرواتي يطمح خلال لقائه مع الأزوري في قلب الطاولة واقتناس النقاط الثلاث من أجل التأهل للدور القادم خلف المنتخب الإسباني المتصدر. في المقابل تسعى كتيبة المدرب الإيطالي سباليتي في استعادة نغمة الانتصارات عقب الخسارة الأخيرة التي تلقاها على يد الماتادور الإسباني في الجولة الماضية، والتي أدت إلى تنازله عن صدارة المجموعة الثانية لحساب الإسبان. وعلى الجانب الآخر تقام مباراة أخرى يلتقي خلالها المنتخب الإسباني متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز على كرواتيا وإيطاليا، يلتقي فريق ألبانيا الذي فجر واحدة من أقوى مفاجآت يورو 2024 عندما تعادل مع منتخب كرواتيا في مستهل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. ويأمل البرازيلي سيلفينيو مدرب المنتخب الألباني في مواصلة المفاجأة أمام نظيره الإسباني والتأهل على حساب 3 من أقوى منتخبات القارة العجوز. والآن مع فعاليات بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة. تعادل منتخب بيرو وتشيلي سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، وجاءت المباراة متوسطة المستوى بين المنتخبين وانتهت بتعادل سلبي ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة ضمن المجموعة الأولى خلف الأرجنتين المتصدرة ب3 نقاط.
خسر منتخب الإكوادور أمام نظيره الفنزويلي بهدفين مقابل هدف على ملعب ليفاي بسانت كارلا بكاليفورنيا الأمريكية، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا ليحصد أول 3 نقاط بالمسابقة القارية الأقدم للمنتخبات الوطنية. حقق منتخب المكسيك فوزا ثمينا على منتخب جامايكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب NRJ في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقاسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الثانية مع نظيره منتخب فنزويلا برصيد 3 نقاط، بينما أصبح منتخب جامايكا من دون أي رصيد من النقاط بجانب منتخب الإكوادور. ختام النشر، إليكم أبرز ما جاء فيها. في اليوم العالمي للخدمة العامة، الرئيس السيسي يتقدم بالتحية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف بوابة مقر الأونروا في غزة. وروسيا تقول إنها قد تقلص وقت اتخاذ القرار بشأن استخدام النووي إذا واجهت تهديدات. ختاماً مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوماً تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. كنا مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية، هشام عبد التواب والأشطة، شكراً جزيلاً وإلى اللقاء.